بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الثانوية، طلاب منصة نتعلم. وزي ما عودناكم وزي ما وعدناكم إن شاء الله جايين مع بعض نشرح منهج اللغة العربية، وهنبدأ بفرع البلاغة ونبدأ بمراجعة تأسيس لما تم دراسته فيما سبق. البلاغة يا شباب، البلاغة هي إيصال المعنى إلى السامعين، ده معنى البلاغة، إن احنا نوصل المعنى إلى السامعين أو القارئين، نوصل معنى للسامع أو القارئ في أحسن صورة من اللفظ، في أحسن صورة من اللفظ، أو بمفهوم آخر هي صياغة المعنى بالألفاظ المناسبة، صياغة المعنى بالألفاظ المناسبة، أو هي ما يقال عنه هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يبقى العلماء قديما عرفوا لنا البلاغة إنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. طب يعني إيه مستر مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ أن يعبر الأديب عما يدور في خياله أو في مشاعره أو في عقله أو في أفكاره، يتحدث ويعبر بألفاظ تناسب المستمعين وتناسب القارئين، تناسب حالتهم النفسية وحالتهم العقلية، تناسبهم وتوصل لهم المعنى بأبسط صورة. يبقى البلاغة هي إيصال المعنى إلى السامعين أو القارئين في صورة حسنة من اللفظ، في أفضل صورة من اللفظ، أو زي ما بنقول هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني كلامي لازم يعبر عن الحالة اللي احنا موجودين فيها، أو الحالة العمرية أو الحالة السنية أو الحالة العقلية اللي موجود فيها المتلقي سواء كان سامع أو قارئ. علوم البلاغة تنقسم إلى ثلاث علوم يا شباب: علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني. علم البيان بيشمل أربع موضوعات: تشبيه، استعارة، كناية، مجاز مرسل. علم البيان بندرس أربع موضوعات: التشبيه والكناية والاستعارة والمجاز المرسل، وده المنهج اللي انت درسته في الصف الأول الثانوي. في السنة الأولى ثانوي درسنا علم البيان بالكامل، والنهاردة إن شاء الله هنراجع عليه كله بتفصيلاته، سواء كان تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز مرسل، وهناخد تدريبات ونتذكر مع بعض إزاي كنا بنحل على الكلام ده. وفي علم البديع المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية، علم البديع وعلم المحسنات سواء كانت محسنات لفظية أو معنوية. محسنات اللفظية زي ما احنا كنا برضو عارفين: تصريح، حسن تقسيم، سجع وازدواج في النثر وجناس سواء كان شعر أو نثر. محسنات معنوية: طباق، مقابلة، تورية، التفات، مراعاة، نظير. علم المعاني بيشمل الأساليب، أساليب خبرية، أساليب إنشائية، أساليب توكيد، الإيجاز والإطناب وأسلوب القصر. كمان مرة يا شباب نقول الكلام، كمان مرة بنقول إن علم البيان بيشمل أربع موضوعات: التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز المرسل، وده موضوعنا النهاردة إن شاء الله بالتفصيل. علم البديع يا شباب، علم البديع بيلعب في المحسنات سواء محسنات لفظية، تصريع وحسن تقسيم في الشعر، سجع وازدواج في النثر، والجناس في الاثنين شعر ونثر. المحسنات المعنوية هي الطباق والمقابلة والتورية والالتفات ومراعاة النظير، ومع بعض إن شاء الله واحدة واحدة هنبدأ نعرف إيه الفرق بين كل حاجة من دول. علم المعاني بيشتغل في الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية وأساليب التوكيد والإيجاز والإطناب وأسلوب القصر. وأسلوب اللي هي يا شباب، وأسلوب القصر زي ما احنا عارفين يا شباب، زي ما احنا عارفين إن البلاغة بتشتغل في التعبيرات المجازية، تشتغل في التعبيرات المجازية. يعني إيه تعبيرات مجازية؟ ملهاش في الحقائق، ملهاش في الفاكتس، بتشتغل في التعبير الخيالي، لأن تعبير حقيقي مش هيبقى فيه بلاغة، مش هيبقى فيه خيال، مش هيبقى فيه جمال. التعبير الحقيقي والتعبير المجازي إيه الفرق ما بينهم؟ قال لي التعبير الحقيقي هو الذي يستخدم فيه الألفاظ وتعبر بالمعنى الحقيقي عن الألفاظ، زي الجندي شجاع. الجندي شجاع ما فيهاش خيال، يبقى اسمه تعبير حقيقي. الطفلة جميلة ما فيهاش خيال، اسمه تعبير حقيقي.
أرسل الله الرسل لهداية البشر، دي حقيقة، بيخبرني خبر حقيقة. أبي كريم في الربيع تتفتح الأزهار، وهذه أيضا حقيقة، في الشتاء تمطر السماء، هذه من الحقائق. إذن كل التعبيرات دي تعبير حقيقي. أما التعبير المجازي اللي بيعبر فيه عن المعنى، يعبر فيه عن المعنى غير الحقيقي بألفاظ في غير معناها الحقيقي. يعني إيه؟ الجندي أسد، الجندي أسد، هو هنا في خيال، في تشبيه، يبقى التعبير ده اسمه تعبير مجازي، وهو ده موضوع البلاغة. موضوع دراسة البلاغة بتدرس في الموضوعات الخيالية، موضوعات المجازية. يبقى التعبير المجازي هو الذي يعبر فيه بالألفاظ عن معنى غير حقيقي. الجندي أسد، أنا بتخيل إن الجندي أسد، بوصف إن الجندي أسد. الطفلة قمر، الطفلة في الحقيقة ليست ليست قمر، ولكن أنا بشبهها. الطفلة قمر ده تعبير خيالي. أرسل الله الرسل ليخرج الناس من الظلمات، الظلمات بمعنى الكفر، إلى النور، النور بمعنى الإيمان والهداية. إذن في تصوير، تصوير للكفر بالظلمات، وتصوير للإيمان بالنور. أبي بابه مفتوح للفقراء، أبي بابه مفتوح، طبعا إحنا كنا بنقول عليها كناية عن الكرم، كناية عن الكرم، ودي تعبيرات مجازية. يبقى التعبير المجازي بتستخدم فيه الألفاظ في غير معانيها الحقيقية. في الربيع تبتسم الأزهار، يا الأزهار بتبتسم، لا مستر، يبقى فيها خيال، يبقى ده اسمه تعبير مجازي. وفي الشتاء تبكي السماء، هل السماء تبكي؟ لا، مش في الحقيقة بتبكي، ولكن أنا بتخيل إن السماء بتبكي. يبقى الخيال ده أنا بسميه مجاز، مجاز، والمجاز ده هو شغل البلاغة. يبقى البلاغة بتشتغل في التعبيرات المجازية، سواء كان تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز مرسل، كل دي تعبيرات مجازية. ناخد تدريب صغير كده شباب، تدريب صغير عن التعبير المجازي والتعبير الحقيقي زي ما درسنا مع بعض. عايز أعرف يعني إيه تعبير مجازي ويعني إيه تعبير حقيقي. رأيت اللاعب في النادي، رأيته اللاعب في النادي، ها يا ترى يا شباب نقول ايه، ده تعبير حقيقي ولا مجازي؟ هل في خيال ولا هو فعلا اللاعب في النادي؟ ايوه طبعا التعبير ده تعبير، برافو عليكم، الله ينور، تعبير حقيقي. تعبير ايه؟ حقيقي. برأيت اللاعب في النادي هنقول عليه تعبير حقيقي. انتحر الظلم على صخرة الحق، انتحر الظلم على صخرة الحق. نفكر كده مع بعض، هل الظلم بينتحر؟ لا، يبقى فعلا ده تعبير خيالي او بنسميه تعبير مجازي. وطالما تعبير مجازي يبقى هو ده علم البلاغة. الشاب المصري اسد، يبقى بيشبه الشاب بالايه؟ بالاسد، ده تعبير مجازي. احسنتم. مصر تفرح بابنائها، مصر تفرح بابنائها، هل مصر بتفرح ولا في تصوير؟ طبعا في تصوير، وعقول عليها استعارة مكنية، وهنعرف يعني استعارة مكنية مع بعض دلوقتي. استعارة مكنية هيصور مصر بامرأة او بام تفرح بابنائها. انجبت زوجتي عروسا، هل زوجتك انجبت عروسا ام انجبت طفلة؟ ولكن باعتبار ما سيكون، ستكون عروسة، فده بسميه مجاز مرسل، عشان كده بنقول عليه تعبير مجازي. لكن لما اقول هاجر فتاة جميلة، ده تعبير حقيقي يا أبطال، الله ينور. حطم المصري غرور الأعداء، هل الغرور بيحطم ويكسر ولا في خيال؟ لا، في خيال. المعلم مصباح، طبعا تشبيه، تشبيه، بيشبه المعلم بمصباح، وطالما في تشبيه يبقى ده من التعبيرات المجازية. لكن الامتحان سهل، الامتحان سهل، ده تعبير حقيقي، والتعبيرات الحقيقية ليست موضوع دراسة البلاغة. البلاغة، علم البلاغة بيشتغل في التعبيرات المجازية، بيشتغل في التعبيرات يا شباب، في التعبيرات المجازية. أحسنتم. هيا بنا الآن ندرس أول درس، أول درس في الألوان البيانية، في الألوان البيانية، وهو درس التشبيه. طبعا درس التشبيه من الدروس اللي درسناها في الترم الاول، في الصف الاول الثانوي، في اولى ثانوي انت درست التشبيه، وطبعا احنا لازم نراجع عليه عشان بعد كده تبقى انطلاقه لدروس البلاغه بعد كده. التشبيه من
الالوان البيانيه، التشبيه من الالوان البيانيه، التشبيه لاركان يا اولادي وليه ادوات، تشبيه لاركان وليه ادوات وليه انواع وليه سر جمال. التشبيه، التشبيه له اركان. عايزين نعرف يعني ايه اركان التشبيه. قال لي اركان التشبيه هو المشبه واداه التشبيه والمشبه به ووجه الشبه. مشبه واداه تشبيه ومشبه به ووجه الشبه. اقول الجندي، الجندي مثل الاسد في الشجاعه. الجندي مثل الاسد في الشجاعه. الجندي ده المشبه مثل اداه التشبيه، مثل اداه التشبيه، والاسد هو المشبه به وفي الشجاعه دي وجه الشبه. يبقى التشبيه لكم ركن؟ اربعه اركان. تشبيه لكم ركن يا شباب؟ اربعه اركان. مشبه، ودي الحاجه اللي بشبهها زي الجندي. اداه التشبيه مثل او الكاف او كان او شبه او نظير او مثيل، وممكن تكون فعل زي يحاكي ويشبه ويماثل. يبقى ادوات التشبيه ممكن تكون حرف زي الكاف وكان. ادوات التشبيه ممكن تكون اسم زي مثل وشبه ونظير ومثيل وشبيه، وزي ممكن تكون فعل زي يحاكي ويشبه ويماثل. يبقى المشبه واداه التشبيه والمشبه به، وهنا في المثال الاسد، وجه الشبه في الشجاعه. وجه الشبه دي الصفه المشتركه بين المشبه والمشبه به. وجه الشبه هي الصفه المشتركه بين المشبه وبين المشبه به، وبتزيد بتبقى زايده في المشبه به، تكون زايده في المشبه به. الجندي مثل الاسد في الشجاعه. مين الاشجع، الجندي ولا الاسد؟ طبعا الشجاعه هي بتزيد في الاسد، بتكون زائده في المشبه به. انواع التشبيه، خمس انواع يا شباب: تشبيه مفصل، تشبيه مجمل، تشبيه تمثيلي، تشبيه ضمني. انواع التشبيه خمسه: تشبيه مفصل، تشبيه مجمل، تشبيه تمثيلي، تشبيه ضمني. التشبيه المفصل بيكون عندنا الاربع اجزاء كلهم موجودين. تشبيه المجمل ثلاث أجزاء، تشبيه البليغ جزئين، تشبيه التمثيلي بيمثل حالة بحالة، بيمثل حالة بحالة. يعني إيه يا مستر؟ قال لي التشبيه المفصل دول أربع أجزاء، بيبقى أربعة على أربعة. يعني إيه يا مستر أربعة على أربعة؟ يعني المشبه موجود وأداة التشبيه موجودة والمشبه به موجود ووجه الشبه موجود. الأربع أركان بتوع التشبيه موجودين. تشبيه مفصل، تشبيه مجمل ثلاثة على أربعة، تشبيه مجمل 3 على 4، يعني بحذف جزء ركن من الأربع أركان. يا إما بحذف وجه الشبه أو بحذف أداة التشبيه. التشبيه البليغ 2 على 4 بس، تشبيه البليغ 2 على 4، يعني بيبقى فيه جزئين، مشبه ومشبه به، ودول الركنين الأساسيين اللي بيتكون منهم التشبيه. مفيش تشبيه من غير مشبه، مفيش تشبيه من غير مشبه به. لازم عشان اقول تشبيه يا شباب الركنين يكونوا موجودين، المشبه موجود والمشبه به موجود. ممكن احذف اداه التشبيه، يجوز. ممكن احذف وجه الشبه، يجوز. لكن لو حذفت مشبه او حذفت مشبه به يتحول الى استعاره، يتحول الى استعاره. يبقى لازم يا شباب خد بالك من النقطه دي، لازم عشان اقول تشبيه لازم عندي المشبه والمشبه به، ودول بيسموهم طرفي التشبيه. طرفي التشبيه لازم يكونوا موجودين، المشبه والمشبه به. التشبيه التمثيلي بيمثل حالة كاملة بحالة كاملة. التشبيه الضمني، التشبيه الضمني بيبقى غالبا حكمة، بيبقى غالبا حكمة، وبتكون بيت شعر، بتكون بيت شعر، وهنعرف مع بعض ازاي. التشبيه المفصل والمجمل والبليغ بنسميه تشبيه مفرد، بنسميه تشبيه مفرد. ليه يا مستر؟ فهمني. عشان بيشبه مفرد بمفرد. الجندي أسد، الفتاة قمر، الصدق كنز، بيشبه حالة مفردة بحالة مفردة. التشبيه المركب هو التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني، عشان بيشبه حالة بحالة أو صورة كاملة بصورة كاملة، صورة كاملة بصورة كاملة. لكن التشبيه المفرد، تشبيه المفرد بيشبه صورة مفردة، مفرد بس كلمة واحدة، الجندي،
بيشبهه بمشبه به مفرد زي الأسد، زي ليه؟ الأسد. لكن التشبيه المركب والتشبيه الضمني بيشبه حالة كاملة أو صورة كاملة بصورة كاملة، زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي يا أولاد يعني إيه تشبيه مفرد وتشبيه مركب وتشبيه ضمني وتشبيه تمثيلي. يلا بينا شباب، أنواع التشبيه. أنواع التشبيه، أول حاجة التشبيه المفصل. التشبيه المفصل يوجد فيه الأربع أركان زي ما قلنا، والأربع أركان أهم موجودين قدامنا يا شباب. الأربع أركان موجودين قدامنا، الجندي كالأسد في الشجاعة، الجندي كالأسد في الشجاعة، برافو عليك، أدي المشبه صح. فين المشبه به؟ فين المشبه به؟ أحط إيدي على المشبه به صح، الأسد. أمال الكاف دي اسمها إيه؟ اسمها أداة التشبيه، برافو عليك. وفي الشجاعة ده واجه الشبه. تشبيه مجمل يعني أربع أجزاء، أربعة على أربعة، الأربع أجزاء موجودين. الجندي مشبه، أداة التشبيه الكاف، مشبه به الأسد، في الشجاعة وجه الشبه. الأربع أركان بتوع التشبيه موجودين، أسميه تشبيه مفصل يعني جاء بالتفصيل. تشبيه المجمل، التشبيه المجمل بنذكر فيه ثلاث أركان بس، ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة. أمال بنحذف إيه يا مستر؟ قال لي بحذف أداة التشبيه أو وجه الشبه. الجندي أسد في الشجاعة، حذف الكاف، حذف أداة التشبيه. الجندي كالأسد، حذف وجه الشبه. يبقى عندي مشبه وأداة تشبيه ووجه شبه، دول ثلاث أركان أسميه تشبيه مجمل. لو حذفت الجزئين مع بعض وسبت المشبه والمشبه به أسميه تشبيه بليغ، ده 2 على 4. يبقى 2 على 4 تشبيه بليغ، 3 على 4 تشبيه مجمل، 4 على 4 تشبيه مفصل أي جاء بالتفصيل. التشبيه التمثيلي بيشبه حالة بحالة وفيها أجزاء متعددة، ويأتي وجه الشبه أكثر من صفة، أكثر من صفة. هات مثال يا مستر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى بيشبه حالة الذين ينفقون أموالهم، شبه هيئة وحالة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحالة الحبة التي تنبت سبع سنابل، وكل سنبلة بتنبت 100 حبة، بتخرج 100 حبة. يبقى في تضاعف، في تضاعف في الحبوب زي ما في تضاعف في الأموال، الأموال بتتضاعف. يبقى بيمثل الأموال وحالة المؤمنين الذين ينفقون في سبيل الله وتزايد أموالهم بحالة الحبة اللي بتنبت سبع سنابل والحبوب بتاعتها بتتزايد في كل سنبلة 100 حبة. يبقى زي ما ملاحظين هنا بنشبه صورة كاملة بصورة كاملة، حالة كاملة بحالة كاملة. الجندي يقتل عدوه كالأسد يفترس الغزالة. الجندي يقتل عدوه، الجندي يقتل العدو، دي صورة كاملة. الأسد يفترس الغزالة برضو دي صورة كاملة. يبقى أنا بصور وبشبه صورة الجندي في حالة قتله للعدو بصورة الأسد في حالة افتراسه للغزالة. يبقى بيشبه حالة كاملة بحالة كاملة. وطبعا وجه الشبه بيبقى مأخوذ من متعدد، وجه الشبه بيكون مأخوذ من متعدد. التشبيه التمثيلي مستر سامح بيحب يوصله لطلابه كده بطريقة بسيطة. ايه الطريقة البسيطة يا مستر؟ بقول بوصف بنت جوه الفصل بين زمايلها زي الوردة جوه جنينة بين أزهارها. كمان مرة، بوصف بنت جوه الفصل بين زمايلها زي الوردة جوه جنينة بين أزهارها. الفتاة، الفتاة، الفتاة داخل الفصل بين زميلاتها كالوردة داخل الحديقة بين أزهارها. ده التشبيه التمثيلي بصورة مبسطة. بوصف بنت جوه الفصل بين زمايلها زي الوردة جوه جنينة بين أزهارها. بوصف بنت جوه الفصل بين زمايلها زي الوردة جوه جنينة بين أزهارها. ده التشبيه التمثيلي بيشبه صورة وحالة الفتاة
داخل الفصل بين زميلاتها بحالة الوردة داخل الحديقة بين أزهارها صورة كاملة بصورة كاملة. يا شباب هو ده التشبيه التمثيلي، وما ننساهوش مع بعض لأنه هو من أهم أنواع التشبيه. التشبيه أولادي الضمني، تشبيه ليه؟ الضمني. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. كمان بره، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. لو سألتك عن معنى البيت هتقول لي أنا مش فاهم يا مستر. هو التشبيه الضمني كده، المعنى متضمن، المعنى متضمن، التشبيه متضمن داخل المعنى. بسميه ضمني. ضمني يعني خفي، ضمني يعني مختفي، ضمني يعني ضمن المعنى، ضمن الألفاظ. يعني لازم أفهم المعنى، لازم أفهم المعنى أولا عشان أوصل للتشبيه. من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام. الأول ألاحظ إن ده بيت شعر، يبقى التشبيه الضمني غالبا بيكون بيت شعر، وغالبا ده معنى الحكمة. طب نفهم المعنى. من يهون، من اسم موصول بمعنى الذي، من يهن الذي يهن، يهن يعني يذل، يعني يقبل الذل. يسهل الهوان عليه يعني يسهل الذل عليه، يتعود على الذل. من يهن، من يذل ويقبل الذل، يتعود على الذل. ما لجرح بميت إيلامه، الجرح، الجرح لا يتأثر به الميت، لا يوجد ألم، لا يوجد ألم لجرح الميت. الميت عندما يجرح لا يتألم، الميت عندما يجرح لا يتألم. إذن يا شباب احنا بنشبه حالة بحالة، حالة الإنسان الذي يقبل الذل ويتعود عليه لا يشعر به ويصبح متبلد المشاعر، يصبح متبلد المشاعر، يصبح عديم الإحساس، مثل الإنسان الميت، مثل الإنسان الميت عندما يجرح لا يتألم. ودي حقيقة يا شباب، عندما يجرح الإنسان الميت هل يتألم؟ لا، لا يشعر بالألم. طالما لا يشعر بالألم يبقى متبلد المشاعر، ميت المشاعر، ميت الأحاسيس. كذلك الإنسان الذليل عندما يقبل الذل مرة بعد مرة ويتعود على الذل لا يشعر أنه ذلا. يبقى بيشبه حالة الإنسان الذليل بحالة الإنسان الميت، بحالة الهوان، بحالة الجرح. الهوان لا يؤثر والذل لا يؤثر في الإنسان الذليل، والجرح لا يؤثر ولا يؤلم الميت. يبقى بيشبه الإنسان الذي يقبل الذل ولا يتألم بالإنسان الميت الذي يجرح فلا يشعر، يجرح جثمانه فلا يشعر. عشان كده احنا بنقول مش هنقدر نطلع التشبيه إلا لما نفهم المعنى، عشان التشبيه متضمن داخل المعنى، تشبيه متضمن داخل المعنى. فيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. بيشبه الشاعر، بيشبه الشاعر نفسه، بيبقى المشبه الشاعر. سيذكرني، الياء دي عايدة على الشاعر، قومي، الشاعر اللي بيذكره قومه في المعارك. إذا جد جدهم يعني اشتدت معاركهم في الأمور الجادة. بيشبهه بإيه؟ بالبدر. بيشبهه بالإيه؟ بالبدر الذي يبحث عنه دائما ويطلب ويفتشون عنه في الليلة الظلماء. يبقى في الليلة الظلماء حالكة السواد كل الناس تبحث عن البدر. كذلك في حالة المعارك وفي حالة الجد يبحث الناس عن الشاعر، لأنه فارسهم الذي يدافع عنه. فيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لو نلاحظ الشطرة الثانية، الشطرة الثانية دائما بتبقى دليل وإثبات على الشطرة الأولى، بتبقى حكمة وكلام لا يقبل الشك. مثال ثالث عشان نوضح التشبيه الضمني، فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. الأنام بمعنى الناس، وتفق هنا بمعنى تتفوق، تفوق. فإن تتفوق على الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. زي ما احنا عارفين المسك بيستغرق من دم الغزال،
والدم رائحته كريهة، أما المسك هو أفضل رائحة. يبقى بيشبه الممدوح وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو واحد من الناس، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وده واحد من الناس من البشر، بيشبهه بالمسك الذي يخرج من دم الغزال، وهو أفضل شيء يخرج من الدم. يبقى أفضل شيء خرج من البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل شيء خرج من دم الغزال هو المسك. يبقى كما يخرج المسك من الدم، خرج محمد صلى الله عليه وسلم من الناس. سر جمال التشبيه يا شباب، سر جمال التشبيه، التشبيه والاستعارة الاثنين مع بعض، التشبيه والاستعارة سر جمالهم، يا إما بنقول التشخيص أو التقسيم أو التوضيح. سر جمال التشبيه تشخيص تقسيم توضيح. إزاي مستر بعرف التشخيص؟ قال لي التشخيص بصور أي شيء بشخص. الكتاب خير صديق، الكتاب خير صديق. التشخيص بيكون المشبه غير عاقل والمشبه إنسان يعني عاقل. هات مثال، المثال واضح قدامنا هو يا شباب، بقول الكتاب خير صديق، هنا شبه الكتاب، يبقى المشبه هو الكتاب غير عاقل، والمشبه به الصديق وهو الإنسان وهو العاقل. يبقى خليت الجماد اللي هو غير العاقل اللي هو الكتاب، خليته بإنسان عاقل، يبقى أنا شخصته، عملت له صورة، عملت له شخص، عملت منه شخص. يبقى سر جمال التشخيص، يبقى سر جمال التشخيص هقول الشمس تضحك، الشمس تضحك، ودي استعارة يا أولادي، استعارة مكنية، حيث صور الشمس الإنسان يضحك. أنا هنا جبت الشمس اللي هي غير عاقل، ده المشبه، خليته بإنسان يضحك، بإنسان، يبقى أنا شخصته. يبقى التشخيص لما يكون عندي المشبه غير عاقل زي الكتاب، والمشبه به شخص عاقل زي كلمة صديق. التقسيم إمتى يكون سر الجمال التقسيم؟ قال لي لما يكون مشبه معنوي. يعني إيه معنوي يا مستر؟ يعني غير مادي، زي العلم، العلم أشبهه بمادي، العلم مفتاح السعادة، العلم مفتاح السعادة، العلم ده المشبه وده حاجة مادية طبعا، بيشبهه بمفتاح السعادة ودي حاجة، العلم آسف دي حاجة معنوية، بيشبهه بمفتاح السعادة ودي حاجة مادية. يبقى بيشبه المعنوي بالمادي، لما يكون مشبه معنوي والمشبه به مادي زي مفتاح السعادة، ده اسمه تشبيه، سر جماله التقسيم. التوضيح، مادي بمادي أو معنوي بمعنوي، يشبه مادي بمادي أو يشبه معنوي بمعنوي. سيارتي كالصاروخ، سيارتي كالصاروخ، سيارة مادية، الصاروخ مادي، مادي بمادي سر جمال التوضيح، أو معنوي بمعنوي. أقول العلم شرف، العلم دي حاجة معنوية والشرف برضو حاجة معنوية، يبقى سر الجمال التوضيح. غير لما أقول أولادي العلم مصباح، العلم مصباح، المصباح دي حاجة مادية، يبقى أنا قسمت العلم، يبقى العلم معنوي شبهته بمادي زي المصباح، يبقى تقسيم. السيارة مادية والصاروخ مادي، مادي بمادي، يديني توضيح. العلم معنوي والشرف معنوي، شبهت معنوي بمعنوي، يديني توضيح. يا شباب ناخد تدريب صغير كده على التشبيه عشان ننتقل إلى الاستعارة. الحديقة كأنها الفردوس في الجمال، الحديقة كأنها الفردوس في الجمال. يلا مع بعض يا شباب، الله ينور. الحديقة هي المشبه، صح، أحسنتم. كأنها هي دي الكاف، دي الكاف دي هي حرف التشبيه، كأن، كأن دي حرف التشبيه. الفردوس ده مشبه به، فين وجه الشبه في الجمال؟ يبقى دول أربع أجزاء، يبقى نوع التشبيه إيه؟ فكروني. أيوة طبعا أحسنتم، تشبيه مفصل، برافو عليكم. الجواد في السرعة كأنه البرق الخاطف، الجواد الفرس حصان، في السرعة كأنه البرق الخاطف. الجواد ده المشبه والبرق المشبه به، وكأن أداة التشبيه، وكأن أداة التشبيه، يبقى أنا عندي مشبه ومشبه به وأداة تشبيه أسميه تشبيه مجمل. تشبيه إيه؟ مجمل. أكلامك كالشهد، كلامك كالشهد برضو عندي ثلاث أجزاء موجودين. أصحابي كالنجوم برضو عندي ثلاث أجزاء موجودين، أسميه تشبيه مجمل. تشبيه المجمل بيكون ثلاث أجزاء. طب
يلا بينا مع بعض يا شباب نشوف الاستعارة. الاستعارة يا شباب هي تشبيه بليغ حذف احد طرفي. عارفين التشبيه البليغ بيتكون من مشبه ومشبه به. لما نيجي نحذف واحد من الطرفين هيتحول الى استعارة. يبقى الاستعارة هي التشبيه حذف احد طرفي. لو حذفت المشبه به، لو حذفت المشبه به بتبقى استعارة مكنية. الجندي اسد، ده التشبيه، شبه الجندي بالاسد، الطرفين موجودين، تشبيه بليغ زي ما احنا عارفين. لو قلت الجندي يزأر برضه هو شبه الجندي باسد يزأر، بس فين كلمة اسد؟ المشبه به فين؟ المشبه به اتحذف، مشبه به اتحذف. اذا لو حذفت المشبه به بسميها استعارة مكنية. يبقى استعارة مكنية مشبه بمحذوف، استعارة المكنية مشبه به محذوف، او الاستعارة مكنية حيث صور الجندي بالاسد، بس ما جابليش كلمة اسد في الجندي يزأر، بس عبر بصفة من صفاته. لكن الاستعارة التصريحية هيحذف المشبه، هيحذف المشبه، بيقول رأيت اسدا يحارب، رأيت اسدا يحارب، هو شبه ايه؟ شبه الجندي باسد يحارب. فين الجندي اللي هو المشبه؟ محذوف، الجندي محذوفا. رأيت أسدا يحارب، هنا المقصود بالأسد الجندي، هو اللي بيحارب مش الأسد، لأن المحاربة من صفات الجندي. يبقى المشبه هو اللي محذوف. يبقى المشبه به صريح. لو المشبه به صريح يبقى اسمها استعارة تصريحية، اسمها استعارة تصريحية. يبقى الاستعارة المكنية المشبه به محذوف. ركز على المشبه به، ركز على المشبه به. لو المشبه به محذوف استعارة مكنية، لو المشبه به صريح استعارة تصريحية، استعارة تصريحية. إذا الاستعارة التصريحية بنحذف فيها المشبه ونصرح بالمشبه به، بنحذف فيها المشبه ونصرح بالمشبه به. لكن الاستعارة المكنية بنحذف المشبه به، المشبه به هو المحذوف والمشبه هو اللي موجود. زي ما أقول الجندي يفترس الأعداء، صور الجندي بإيه؟ بأسد يفترس، صور الجندي بإيه؟ بأسد. فين كلمة أسد؟ مش موجودة. يبقى حذف المشبه به. طالما المشبه به محذوف سميها استعارة مكنية. في قلوبهم مرض، ما المقصود بالمرض؟ الكفر. ما المقصود بالمرض؟ الكفر. يبقى حذف الكفر اللي هو المشبه، المشبه اللي هو الكفر محذوف، وعبر بالمشبه به اللي هو المرض، المرض صريح، يبقى اسمها استعارة تصريحية. كلمة واحدة مرض ليها معنى، المرض يعني الضعف، وليها مقصود اللي هو الكفر. كلمة معنى، كلمة واحدة ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود تصوير، حيث صور الكفر بالمرض اسميها استعارة تصريحية. ضحكت الحياة جملة فعلية فيها خيال، جملة فعلية فيها خيال وانت مغمض استعارة مكنية، حيث صور الحياة بإنسان يبتسم، صور الحياة بإنسان يبتسم، شبه الحياة بإنسان يضحك، بإنسان يضحك. يبقى حذف الإنسان وعبر بصفة من صفاته أسميها استعارة مكنية. يبقى الاستعارة المكنية يا شباب، الاستعارة المكنية يا شباب، الاستعارة المكنية المشبه به بيكون محذوف. سال الرماح، سال الرماح، حد هيسأل الرماح ولا ده خيال؟ يبقى صور الرماح بإنسان يسأل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ما المقصود بالظلمات؟ الكفر. إلى النور، ما المقصود بالنور؟ الإيمان. يبقى من الظلمات إلى النور، يبقى الظلمات استعارة تصريحية والنور استعارة تصريحية، حيث شبه الكفر والإيمان بالظلمات والنور، حيث شبه الرماح بإنسان وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته. افترست الأيام آمالي، هي الأيام بتفترس؟ لا. يبقى المشبه به اتحذف يا شباب، المشبه به اتحذف. طالما المشبه به محذوف سميها استعارة تصريحية. المشبه به محذوف، استعارة مكنية، اسف استعارة مكنية، المشبه به محذوف. لكن لو المشبه هو اللي اتحذف يبقى اسمها استعارة تصريحية. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. لو نلاحظ كلمة الليل هنا، الليل
الاحتلال الظلم. يبقى في تصوير للاحتلال والظلم بأنه ليل، يبقى حذف المشبه الظلم والاحتلال وصرح بالمشبه به اللي هو الليل، أسميها استعارة تصريحية. استعارة إيه؟ تصريحية. يلا شباب مع بعض بين نوع الاستعارة. النيل يتكلم، النيل يتكلم. حبين نوع الاستعارة إزاي؟ بأبسط ما يمكن حقول شبه النيل إنسانا يتكلم. فين المشبه يا أولادي؟ المشبه فين؟ المشبه النيل. فين المشبه به؟ إنسان. هل إنسان موجودة؟ المشبه به محذوف، استعارة مكنية، جملة فعلية فيها خيال، استعارة مكنية. يتكلم النيل حيث صور النيل بإنسان يتكلم. البحر يبتسم. هل البحر يبتسم ولا في خيال؟ في خيال. شبه البحر بإنسان. فين كلمة إنسان؟ مش موجودة. يبقى المشبه به محذوف أسميها استعارة مكنية. يبقى لو المشبه به محذوف استعارة مكنية. لو المشبه به صريح تبقى استعارة تصريحية. فين يا مستر المشبه به صريح؟ عاول الجندي يزأر في المعركة. الجندي يزأر في المعركة. الجندي يفترس الأعداء. فين المشبه؟ الجندي موجودة. فين المشبه؟ الجندي موجودة. طالما المشبه موجود يبقى المحذوف هنا المشبه به. المشبه به هو اللي اتحذف. وطالما المشبه به محذوف استعارة مكنية. استعارة مكنية. السماء تمطر ذهبا. السماء تمطر ذهبا. ما معنى كلمة ذهبا؟ مطرا، ماء. شبه ايه بايه؟ شبه الماء بالذهب. شبه الماء بالذهب. يبقى ادي المشبه موجود؟ لا مش موجود. ادي المشبه به موجود؟ ايوه موجود. المشبه به صريح، استعارة تصريحية. حطم اسودنا جنودنا. حطم جنودنا. مين اللي حطم؟ الجنود. فين الجنود؟ مش موجودة. المشبه محذوف. يبقى صور الجنود بالأسود أسميها استعارة تصريحية. لو حذف المشبه وصرح بالمشبه به استعارة تصريحية. واعتصموا بحبل الله. ما المقصود بالحبل؟ دين الله. ما المقصود بالحبل؟ دين الله. هل كلمة الدين موجودة؟ لا. يبقى شبه الدين بالحبل. شبه الدين بالحبل. يبقى المشبه به صريح استعارة تصريحية. الاستعارة التصريحية كلمة واحدة وتكون اسم لها معنى ولها مقصود، وبين المعنى والمقصود تصوير. كلمة واحدة ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود تصوير. فين يا مستر؟ اهي كلمة واحدة. الظلمات معناها ايه؟ معناها الظلام، معناها عدم النور. الظلمات ليها معنى وليها مقصود. ما المقصود بالظلمات في الآية؟ مقصود بالظلمات الكفر. يبقى كلمة واحدة ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود تصوير، حيث صور الكفر بالظلمات. كلمة النور ليها معنى، نور الضوء، الرؤية، نور الضوء. لكن المقصود بها الإيمان. كلمة واحدة ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود التصوير، حيث صور الإيمان بالنور. يبقى اسمها استعارة تصريحية. اسمها استعارة تصريحية. إذا الاستعارة التصريحية يا شباب، استعارة تصريحية كلمة واحدة ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود تصوير. بس لازم الكلمة دي خد بالك لازم تكون اسم، لازم تكون اسم. لكن المستعارة المكنية غالبا بتبقى جملة فعلية فيها خيال. جملة فعلية فيها خيال. المشبه به محذوف في الاستعارة المكنية. مشبه به محذوف في الاستعارة المكنية. هيا بنا يا شباب ننتقل إلى درس آخر من دروس البلاغة، الألوان البيانية، وهو الكناية. وهو ليه؟ الكناية. والكناية يا شباب سهلة جدا. تعبير يراد به شيء آخر. تعبير جميل. فاكرين إحنا زمان وإحنا صغيرين كنا بنقول تعبير جميل يدل على. لو وصلت لتعبير جميل يدل على اعرف إن دي كناية. تعبير جميل يدل على اعرف ان دي ايه؟ كناية. الكناية هي تعبير لا يقصد به المعنى الحقيقي. لا يقصد به المعنى الحقيقي. تعبير لا يقصد به المعنى الحقيقي، وانما يقصد به معنى ملازم للحقيقة. هذا الطالب لا تخلو لوحة الشرف من اسمه. لوحة الشرف ما بتخلوش من اسمه. بمعنى كده ان هو طالب متفوق. يبقى تعبير جميل يدل على تفوق الطالب. تعبير جميل يدل على. طالما قلت تعبير جميل يدل على، إذن ده كناية يا شباب.
هذا الرجل يشار إليه بالبنان، البنان اللي هي أطراف الأصابع، يشار إليه بالبنان، كل الناس بتشاور عليه. إذن هو مشهور، تعبير جميل يدل على الشهرة، تعبير جميل يدل على الشهرة. لو قلت تعبير جميل يدل على، أعرف إن هو كنائي. أقول سامح، سامح لا يغلق بابه أمام أحد، لا يغلق بابه أمام أحد، إذن بابه مفتوح للجميع. إذن هو رجل مضياف، رجل كريم، يبقى تعبير يدل على كرم سامح. سامح لا يمد يده في جيبه، لا يمد يده في جيبه، معنى أنه بيطلعش حاجة للضعفاء، طلعش للفقراء. إذن ده بيدل على البخل. أحسنتم. أنواع الكناية، أنواع الكناية، كناية عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن نسبة. الكناية ثلاث أنواع، كناية عن صفة، كناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. الكناية عن صفة اللي بنذكر فيها الموصوف وتفهم الصفة، كناية عن موصوف بتذكر فيها الصفة ويفهم الموصوف، كناية عن نسبة الطرفين موجودين، الصفة والموصوف، الصفة والموصوف الاتنين موجودين، أسميها كناية عن نسبة. وبالأمثلة يتضح الكلام يا شباب. هيا بينا مع بعض نشوف يعني إيه كناية عن صفة. هقول يمشي المصري شامخ الأنف، يمشي المصري شامخ الأنف. كيف يمشي المصري شامخ الأنف؟ المصري موجود، المصري موجود، يبقى إذن الموصوف موجود. طالما الموصوف موجود يبقى دي اسمها كناية عن صفة، لأن ده شامخ الأنف، ده دليل على عزته، عالية الجبهة، دليل على العزة والكرامة. يبقى شامخ الأنف عالية الجبهة دليل على العزة، والعزة دي الصفة، الصفة مش موجودة بس الموصوف موجود، يبقى دي اسمها كناية عن صفة، كناية عن صفة العزة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بشر أحدهم، أحدهم اللي هو الكافرين، يعني أحد الكافرين، الموصوف موجود، ظل وجهه مسودا، كناية عن الحزن والكآبة، يبقى الصفة محذوفة. طالما الصفة محذوفة تبقى كناية عن صفة. صديقي بابه مفتوح، صديقي بابه مفتوح، صديقي ده الموصوف، موجود الموصوف، بابه مفتوح، كناية عن الكرم، كناية عن الكرم، يبقى صفة الكرم مش موجودة، يبقى اسمها كناية عن صفة وهي الكرم. الكناية بالعكس، لو الموصوف موجود يبقى كناية عن صفة، لو الصفة موجودة تبقى كناية عن موصوف، لو الصفة والموصوف الاتنين موجودين تبقى كناية عن نسبة. يلا بينا كمان مرة. سامح لا يمد يده في جيبه، ما بيمدش ايديه في جيبه. أحسنت. كناية عن صفة البخل. الموصوف موجود؟ أيوة الموصوف موجود، يبقى دي كناية عن صفة وهو البخل. لغة الضاد، أجمل اللغات، لغة الضاد، أحسنت، هي اللغة العربية، اللغة الإيه؟ العربية. طالما اللغة العربية يعني الموصوف مش موجود بس أنا جبت الصفة بتاعتها اللي هي لغة الضاد، طالما الصفة موجودة والموصوف مش موجود يبقى كناية عن موصوف، يبقى كناية عن موصوف، الموصوف مش موجود، الكناية عن صفة، الصفة مش موجودة وموجود عكسها. ابنة اليم كناية عن موصوف وهي السفينة، كناية عن موصوف وهي السفينة. اليم يعني البحر يا ولادي، اليم يعني ليه؟ بحر. بنت اليم يعني بنت البحر، مين بنت البحر؟ السفينة، السفينة مش موجودة، يبقى كناية عن صفة، كناية عن موصوف وهي السفينة، لأن الموصوف مش موجود، طالما الموصوف مش موجود تبقى كناية عن موصوف، طالما الصفة مش موجودة تبقى كناية عن صفة. العفة تحت ثياب أمي، أمي موجودة والعفة موجودة، العفة صفة وأمي الموصوف، الاتنين مع بعض وبنسبهم لبعض. المجد موجود، دي الصفة. المجدين موجودة، المجد يمشي في ركاب المجدين، المجد والمجدين، الصفة موجودة والموصوف موجود وبينسبهم لبعض، أسميها كناية عن نسبة أو نسبة، مفيش مشكلة، نسبة أو نسبة. يبقى بنسب الصفة للموصوف اللي عندي كناية عن نسبة أو كناية عن نسبة. يبقى الكناية يا شباب، الكناية بالعكس، لو الموصوف موجود، لو الموصوف موجود يبقى كناية عن صفة، لو الصفة موجودة تبقى كناية عن موصوف.
المحذوف هو ده اللي انا بدور عليه. الصفه مش موجوده يبقى كنايه عن صفه. الموصوف مش موجود تبقى كنايه عن موصوف. كنايه عن موصوف. الصفه والموصوف موجودين يبقى كنايه عن نسبه. سر جمال الكنايه اكل شيء محفوظ. سر جمال الكنايه اكل شيء محفوظ. احفظ معايا: الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسيم. الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسيم. كمان مره: الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتجسيم. كمان مره يا شباب: سر جمال الكنايه الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في ايجاز وتجسيم. يا شباب، اذا عرفنا التشبيه والاستعاره والكنايه، فاضل لنا المجاز المرسل. ايه الفرق بقى بين الكنايه والاستعاره؟ الاستعاره لا يقصد معناها الحقيقي، لا يقصد معناها الحقيقي. اما الكنايه قد يقصد معناه الحقيقي. انا لما اقول لا يغلق بابه امام احد، لا يغلق بابه امام احد، ربما يكون ما عندوش باب. لا يمد يده في جيبه، ربما يكون ده المعنى الحقيقي وممكن يكون ما عندوش جيب اصلا، او ايديه مش موجوده. يبقى الكنايه ممكن يراد بها المعنى الاصلي، ممكن يراد بها المعنى الاصلي يا شباب. وهنيجي بقى دلوقتي لاخر درس من دروس الالوان البيانيه، وهو المجاز المرسل. المجاز المرسل، والمجاز المرسل يا شباب هي كلمة واحدة. المجاز المرسل هي كلمة واحدة بتكون لفظ، بتكون ايه؟ لفظ، وتكون اسم. كلمة واحدة وتكون اسم، ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود علاقة. كمان مرة: المجاز المرسل كلمة واحدة وتكون اسم، ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود علاقة. يعني ايه يا مستر؟ هقول لك: اسأل القرية. اسأل القرية، لو مسكت كلمة القرية، اسأل القرية، هي القرية بتسأل. ازاي هسأل القرية؟ لا، المقصود بها اسأل اهل القرية. يبقى هو ذكر القرية واراد اهلها، اسمه مجاز مرسل لعلاقة المحلية، ذكر المكان. قبضنا على عين من عيون الاعداء. انت هتقبض على عين الاعداء؟ لا، عين هنا المقصود بها جاسوس. جاسوس، يبقى ذكر العين واراد الجاسوس، لان العين جزء من عمل الجاسوس او اساس عمل الجاسوس، فسميها مجاز مرسل. يبقى المجاز المرسل، المجاز المرسل يا شباب هي كلمه واحده، كلمه واحده ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود علاقه. علاقات المجاز المرسل: علاقه جزئيه، كليه، سببيه، مسببيه، محليه، حاليه، اعتبار مكان واعتبار ما سيكون، وعلاقه اليه. كمان مرة: المجاز المرسل كلمة واحدة وتكون اسم، ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود ريليشن، علاقة. العلاقة دي يا إما علاقة جزئية، كلية، سببية، مسببية، محلية، حالية، اعتبار مكان واعتبار ما سيكون، والعلاقة الآلية. وبالمثال يتضح المقال، وبالمثال يتضح الكلام يا شباب. العلاقة الجزئية: يذكر الجزء ويريد الكل. ألقى الرئيس كلمة، هو الرئيس هيقف يقول كلمة؟ يقول خطبة، يقول خطاب، يقول ايه؟ خطاب. يبقى فعلا الكلمة جزء من الخطاب، الكلمة جزء من الخطاب. ذكر الكلمة، ذكر الجزء، يبقى دي اسمها علاقة جزئية. يذكر الكل ويريد الجزء، لما يذكر الكل، يذكر الكل تبقى علاقة كلية. وضعوا أصابعهم في آذانهم، ازاي يحطوا اصابعهم في اذان؟ لا، وضعوا اناملهم. يبقى الاصابع هنا المقصود بها الانامل، الاصابع هنا المقصود بها اناملهم. يبقى ذكر الاصابع كلها واراد الجزء وهي الانامل، تبقى علاقه كليه، علاقه كليه. يد الله فوق ايديهم، مجاز مرسل عن القوه، مجاز مرسل عن القوه، المقصوده قوه الله فوق ايديهم، ودي علاقه سببيه لان اليد هي السبب في القوه. اليد هي السبب في القوة، زي ما أقول للمعلم يد على الطلاب. هل المعلم حاطط إيده على الطلاب؟ لا، ده ليه فضل على الطلاب. يبقى ما المقصود بكلمة يد؟ ما المقصود بكلمة يد؟ الفضل، واليد هي سبب الفضل. يبقى علاقة سببية، يبقى كلمة واحدة، كلمة واحدة وتكون اسم، ليها معنى وليها مقصود، وبين المعنى والمقصود علاقة. علاقة مسببية، هنا هيذكر النتيجة بقى، هيذكر النتيجة ويريد السبب.
أنزل الله من السماء رزقا. ما المقصود بالرزق؟ مطر، مطرا. ليه ذكر الرزق عن المطر؟ لأن الرزق هو نتيجة للمطر، هو الذي تسبب في حدوث النبات. يبقى المسببية بيذكر النتيجة، السببية بيذكر السبب، الكلية بيذكر الكل، الجزئية بيذكر الجزء. يبقى الحاجة اللي بتتذكر ركز هي دي العلاقة، علاقة محلية أو بيسموها مكانية. نجحت المدرسة، يا المدرسة اللي هتنجح ولا الطلاب اللي جواها؟ يبقى ذكر المدرسة كلها وأراد الطلاب. زي ما أقول لك اسأل الفصل، اسأل الفصل، أنت هتسأل الفصل ولا طلاب الفصل؟ أذكر المكان وأريد من بداخله، يبقى اسمها علاقة مكانية أو علاقة محلية. علاقة حالية، إن الأبرار لفي نعيم. إيه النعيم ده؟ ده حال الأبرار في الجنة، حال الأبرار في الجنة، إن الأبرار لفي الجنة. يبقى حذف المكان وذكر الحال، يبقى علاقة حالية. علاقة إيه؟ حالية. العلاقة الحالية يذكر الحال ويريد المكان، ذكر الحال اللي هو النعيم وأراد المكان وهي الجنة. اعتبار مكان، ألبس قطنا. ألبس قطنا ولا ثوبا؟ ثوبا، ولكن كان في الأول قطنا، قبل أن يصنع كان قطنا. يبقى علاقة مكان، علاقة مكان. غرست شجرا. شجرا ولا بذرا؟ بذرا. غرست بذورا، اللي بعلاقة ما سيكون، ذكر الشجر وأراد البذر، سيكون في المستقبل شجرة. زي أنجبت زوجتي فارسا، فارسا أو عروسا. هي زوجتك هتنجب عروسة ولا فتاة صغيرة؟ فتاة صغيرة، في المستقبل ستكون عروسة، في المستقبل سيكون فارسا مغوارا. يبقى باعتبار ما سيكون أذكر المستقبل وأريد الحال. ألبس قطنا هنا اعتبار مكان. شربت بنا، شربت بنا، هو البن، البن المادة دي بتتشرب؟ لا، كانت بن قبل أن أضع عليها الماء وأضع عليها السكر وأحطها على النار، كانت بن. يبقى بيذكر اعتبار مكان. ورب اجعل لي لسان صدق. لسان صدق هنا المقصود بها كلام صدق. إيه العلاقة بين الكلام واللسان؟ اللسان هو الآلة بتاعت الكلام. سر جمال المجاز المرسل، الدقة والإيجاز في اختيار العلاقة، الدقة والإيجاز في اختيار العلاقة. سر جمال المجاز المرسل، الدقة والإيجاز في اختيار العلاقة. نركز على سر الجمال. سر جمال التشبيه والاستعارة، تشخيص، تقسيم، توضيح. يا إما التشخيص يا إما التقسيم يا إما التوضيح. سر جمال الكناية، أكل شيء محفوظ، الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسير. سر جمال المجاز المرسل، الدقة والإيجاز في اختيار العلاقة، الدقة والإيجاز في اختيار العلاقة. وهنا يا شباب نكون وصلنا لآخر حصتنا وآخر مراجعتنا التأسيسية في البلاغة. رجعنا على الألوان البيانية، التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز. ما ننساش نراجع الشرح مرة تانية، ننزل لتدريبات الواجب نحلها مع بعض. وأي حاجة واقفة مع حضرتك هنرجع تاني ونفهمها لك ونحلها لك ونبعد عنك كل حاجة صعبة عليك مع بعض إن شاء الله لغاية آخر السنة، لغاية ما ندخلك للامتحان وانت واقف على أرض صلبة، سواء في البلاغة أو النحو أو في القراءة أو في النصوص أو أي فرع من فروع اللغة العربية، مع مستر سامح عيد الفهمان كسبان. وإن شاء الله نوصل مع بعض لبر الأمان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.